لا يا أولى محطاتنا لليوم رح نروح فيها لعالم الموسيقى ونتعرف على موسيقى من أرض الطرب حلب الشهباء. هو عضو في نقابة الفنانين السورية ودرس الموسيقى في معهد بالي وتخرج منه عام 2000 مختص بآلة البيانو. تعمق بدراسة التوزيع الكورالي وعمل على تأسيس جوءة القديسة تيريزا وحاز على 5 جوائز من في التوزيع الكورالي وله العديد من المحطات المهمة مع كورال صبا. لنتعرف عليه أكثر أكيد بصيرنا نرحب من حلب الشهباء اليوم ضيفنا المايسترو شادي نجار. صباح الخير مايسترو. صباح النور أهلا وسهلا فيك. الحمد لله على وشكرا السلامة. شكرا كثير. يسعد صباحك والحمد لله على السلامة واهلا وسهلا فيك. تسلمي الله يخليك. كيف حلب واهل حلب؟ طمنا عن هالمدينة حلب الصامدة. حلب التي نعشق بكل معنى الكلمة هي بخير. أكيد من حوالي السنة ما كانت بخير أبدا، من 4 سنين للسنة ما كانت بخير أبدا، بس عم نلمس بشكل كثير سريع تحول جذري على كافة الأصعدة في مدينة حلب. أنا بعتقد إذا بقينا بهالمشوة كل شخص بمكانه، كل شخص بمهنته، كل شخص بعمله، حلب رح تنهض بسرعة والأيام إن شاء الله رح توجد هذا الموضوع. أكيد الشهر الجاي يمكن بيصادف مرور عام على تحرير مدينة حلب بهمة أبطال الجيش العربي السوري، فبدنا نوجه تحية لكل رجالنا ولأهلنا في حلب. تحيتنا الكبيرة الرحمة لكل شهيد ضحى من بحياته من أجل أن نبقى. يعني حرام، هذا الحرب روحت كثير عالم، ما بتستاهل حلب وما بتستاهل سوريا هذا الشيء اللي صار، بس بعتقد هن استشهدوا لحتى نعيش حياة جديدة. أكيد. نحن قدام حياة جديدة إذا الله راد. إن شاء الله يا رب. شادي أكيد نحن بدنا نوجه تحية لكل أهالينا بحلب. خلينا لكن ننتقل ونحكي عن شادي ونحكي عن يمكن الفن بحلب، يعني بعد الأكل أو قبل الأكل. معروف الفن والطرب بحلب قديش مهم وقديش معطاء وقديش في طرب أصيل وفي عراقة، يمكن هي يعني معروف الحلبي بكل العالم أهل الطرب والأصالة. خلينا نحكي شوي عن شادي وعن دراسات شادي وعن يمكن الكورالات يلي قدها. طيب هلا بس بدي اقول لك شغله، انه بفتره الحرب القاسيه من 2012، يعني هي بلشت بحلب ب 2012 لوقت ما انتهت، ما توقفت الموسيقى نهائيا نهائيا في مدينه حلب، سواء على المسارح سواء بالنوادي. طبعا ولا رح تتوقف على كل حال الموسيقى، حاولوا كثير يقتلوها بفكر معين بطريقه تفكير تافهه، حاولوا يقتلوا هذا النوع من الموسيقى، حاولوا يقتلوا هذا النوع من النشاط، بس هذا الشيء ما رح يقدروا. نحن بنص الحرب عملنا اكثر من حفلات موسيقيه على المسرح، سواء مع جوءة القديسه تريزيا سواء مع اوركسترا صبا. طبعا وبلش المشروع بأوركسترا صبا من سنتين اللي هو كان لب الحرب. حاولت اني اجمع امهر العازفين بالمدينه، عباره عن 17 عازف كلهم بخبره عاليه جدا في الموسيقى. ما كنت بقدر اامن محل انه يعملوا بروفات، فكانت البروفات كلها عندي بالبيت. بينزل الهاون ونحن مستمرين، يمكن الموسيقى كان بالاثناء البروفات كان صوتها اعلى من صوت الهاون كان عم بينزل برا ونحن مانا حاسين. ونحن عم نحكي عن فتره من سنتين، يعني يمكن بعز الحرب. بعز الحرب صح. ورغم ذلك كان في عمل فني جميل عم تقوموا فيه، وكان في خصوصيه لهيدا العمل، يعني تشكيل اوركسترالي يعني بطريقه كثير مختلفه وجميله. حتى عملنا اكثر من برامج موسيقيه والمسارح كلها كانت معبيه من الناس بالوقت اللي كان عم ينزل هاونات. يعني شعرنا ما شعرنا بقوة الحياة الموجودة جواتنا إلا وقت عشنا المصيبة. بعتقد ما كنا رح نكتشف قديه في قوة حياة عند الشخص الحلبي لو ما كنا نحن لو نحن ما عشنا المشكلة اللي نحن كنا عايشينها، وعم نشوف المسارح كيف عم تتعبى، والطالب عم بروح على مدرسته، الموظف عم بروح على شغله، والحياة مستمرة نهائيا. حدا من بناتنا ما نجا من هاون، يمكن أنا نجيت من شي 3 مرات من 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 هاون، كان كثير قريب مني، بس الحمد لله بالاخير لتكن مشيئتك. كانت النتيجه مختلفه وكان الابداع يمكن بطريقه اجمل. رح نتابع حديثنا معك مايسترو شادي، بس خلينا ننتقل مع مشاهدينا لنشوف بعض من اعمالك بالماده التاليه.
جيل جديد يسرعوا بدور السلام ترتوي من باب الشقاء لتكبر وتزين العالم لكن مثل ما شفنا هذا العمل من سنتين هي الحفلة مثل ما ذكرت تمام. يعني كانت بعز الحرب وبعز القذائف الإرهابية اللي كانت عم تصير بحلب الشهباء يمكن من الحفلات الرائعة. خلينا شوي نحكي عنها. المقطوعة الأولى اللي سمعناها هي عالمية ولكن بتوزيع حضرتك توزيع جديد. المقطوعة الأولى هي أغنية بزور السلام هي من كلمات جوليانا جبلي وألحاني وتوزيعي طبعا غنتها نورا محفوظ. صحيح. المقطوعة الثانية هي لحن معروف سيمفوني 40 لموزارت بعدين رحابني أخذوها بطريقة جديدة وعم بجرب أنا أخذها بغير طريقة بتوزيع مختلف الكمانات بشكل جديد غير توزيع بأوركسترا صبا. في عنا خطين خط مقطوعات معروفة عالمية لكن بعملها توزيع جديد موسيقي وخط الثاني هو مقطوعات جديدة أنا بألفها سواء مقطوعات موسيقية سواء مقطوعات مغنات. طبعا بوجه تحية أكيد لسمير طحان اللي كتير هذا الأديب الرائع اللي كتير أنا قعدت معه واشتغلنا مع بعضنا وعطاني مجموعة من الكلمات وطلب مني أنه أنا لحنون ونقدر نعمل من أجمل الأغاني اللي تغنت لسمير الطحان أكيد نوجه له تحية أكيد. كتير كبيرة هو بفرنسا بعتقد هلأ قالوا لي هو شوي صحته هذا الله يكون معه بصحته أكيد. ف ولاحظت الشعب يعني وجوده بهيك الجمهور تماماً. كان بقمة السعادة يمكن عم يحتفل بالانتصار تماماً. من خلال الموسيقى تماماً. لقلك شغلي صدقيني هلا كتاب قلك تحت الهواء كنا عم نحكي تحت الهواء من رحم الألم بيولد إبداع. صح. على قد ما كنا متألمين بحلب على قد ما كنا ما تصدقي أي حدا بيقلك ما كان في ألم هذا كله حكي غلط. نحن كنا متألمين ومتألمين أكثر على فقداننا للشهداء اللي من قرايبيننا من رفقاتنا من كل اللي حوالينا. هذا ألم على ما يبدو إذا بدنا ناخده بطريقة برجاء جديد بفكر جديد أنا بعتقد ممكن يولد إبداع. كل شخص بمكانه كل شخص بحياته كل شخص ونحن بالنسبة لنا على آلتنا الموسيقية ضمن إمكانيات مثل ما عم نقول في ظل الحرب محدودة بس لكن إمكانيات في إنتاج جدا محدودة كانت. إبداعي مهم وكبير. خلينا نحكي لك ألبوم خاص اسمه لغة الروح. خلينا نحكي عن هيدا الألبوم. شو المختلف فيه؟ قديش فعلا قدمت من خلاله المايسترو شادي؟ هلا ألبوم لغة الروح هو الحقيقة كان حوالي 7 سنين
للاسف ما تسوق بشكل كثير صحيح. صح. للاسف ما تسوق بشكل كثير صحيح، والمقطوعات اللي فيه مقطوعات على قد ما كثير هي عزيزه علي، على قد ما تجسدت بشكل لازم تتجسد بسبب الضعف المادي، بسبب الانتاج. هي مشكله بيواجهها كل الفنانين، هي مشكله بيواجهها بشكل كبير. يعني المغني قبل العازف فيها كثير يمكن مجهود وعذاب لكم. يعني تسويق العمل بيكون العمل مهم، بس يمكن بسوريا ما في شركات انتاج للأسف تدعم الفنانين والعازفين. للاسف ما قبل الحرب فما بالك اثناء الحرب، وما بعرف اللي بعد الحرب لايمت رح نبقى بهذا الموضوع الضعف الانتاج. مشكل الموسيقي او العمل الفني بلا انتاج يبقى في طي الكتمان. صحيح. ما حدا بيتبنى بلا تسويق. هدول الحفلات اللي انعملت كل وحده بتكلف بلاوي. صح. اللي شالوا لنا اياهم هن الاس او اس كريتيان دوريون، الاس او اس مسيحيين الشرق، هن جمعيه فرنسيه بتجي تهتم بهذا الامور، الامور الثقافيه والحضاريه ببلدنا، وبتدفع وبتهدأ على انه تكون بدها شيء يليق بهذا الوضع، يليق بهي المدينه، يليق بهذا. اكيد بوجه لهم كل تحيه وعم ديروا اكثر من حفلات. لمين ما ظهرت الاوركسترا وبلشت تنعرف، صار اجتنا دعوه من وزاره الثقافه، اجتنا دعوه من اكثر من محل لنقدر نقدم هذا الموضوع. بس هي الانطلاقه اللي هي اهم شيء، هو الدعم الاساسي اللي كان وجهنا هو الاس او اس. اكيد مع وجود الاب فادي نجار اللي هو اخي، اللي هو مسؤول الاداري عن هذه الاوركسترا. نعم، حاول قدر الامكان نضل عم نشتغل. ان شاء الله موفقين يا رب. واكيد ما بدنا ننسى انه كمان في عنا موسيقيين كمان هن سافروا، وهي القدرات والاشخاص يمكن تركوا محل وفراغ كثير كبير. في شوي يمكن شح في الموسيقيين وخاصه في حلب، يعني يمكن بنشوف بالشام في الموسيقي بيشارك بعدد من مع عدد من الفرق الموسيقيه، ولكن يمكن بحلب ما فيها العدد او هالكم الكبير. كيف عم تستعيد او تستعين بآلات ثانيه يمكن تلائم التوزيع الجديد يلي عم توزعه ووجود الاشخاص؟ لذلك بتشوفي كل عازف مرتبط باكثر من شغله عندنا، هذا شيء طبيعي. بس خليني اقول لك نقطه، ذهاب عدد كبير من الفنانين خارج القطر، اول شيء انا ما بلوم حدا، انا ضد انه الوم اي شخص، عم بلوم ليش الشخص ترك. كل واحد عندي ايمان، كل واحد عنده ظروفه، كل واحد عنده اكيد ما في حدا طلع من البلد هو مبسوط. صحيح. هلا كنا نتمنى انه يبقوا، أكيد كنا نتمنى انه يبقوا، هذا رجاء انه كنا نحن نتمنى انه يبقوا. بس اليوم بدي اقول لك شغله، اليوم اللي نزل بيته فوق راسه وطلع هيك حواليه ما بقى شيء له، هل انا عم بحكي على هالاشخاص اللي شايت حاله وراحت لاسباب معينه. في نقطتين، نقطه ايجابيه انا بقول لك اياها ونقطه سلبيه. وقت غادروا الفنانين من حلب صار شح، صار في نقص موسيقي بلحظه من اللحظات، الخط البياني اللي كان طالع لا شك نزل. ونحن حتى بالنقابه يعني وصلنا لمرحله بدنا بس موسيقيين، ما في يعني انه في عدد كثير كبير راح. من ناحيه ثانيه خلينا نحكي بصراحه، خروج هالموسيقيين لبرا فتح المجال لفنانين لموسيقيين ثانيين لمطربين. خلينا نحكي اذا بنحكي عن مجال المطربين، انا ما بدي اذكر اسماء لمطربين كانت هي محتله الساحه الحلبيه. وقت شالت حالها وراحت اجى محلهم بشكل كثير سريع مطربين، وهلا هن صاروا نجوم بكل معنى الكلمه. يعني خلينا نحكي الصراحه انه كمان هي كانت ايجابيه لمطربين لاقوا فرصه انه يطلعوا. هل هن طلعوا مشكلتهم، بس لاقوا فرصه. سوريا ولاده، يعني دائما ما الفكره بدي اوصل لهون، ما الفكره بدي اوصل لهون، مين ما طلع رح يجي حدا محله. صحيح. وهذا اللي اجى محله اذا طلع رح يجي حدا محله. هيدي سوريا، هيدي حلب بالذات ما في شيء اسمه تنقطع الموسيقى. رحتوا الله يكون معكم، نتمنى من كل قلبنا، وانا بوجه زميل ما كان عم يسمع كل موسيقي سافر يرجع، يحاول يرجع، يحط براسه يرجع. صدقيني حلب بلشت تنهض من جديد، الحفلات ما عم توقف، الشغل ما عم بوقف والشغل كثير، بس بده يعرف كيف يرجع بطريقه معينه انه يقدر ياخذ. هلا اكيد عندنا مواقف، بعض المواقف انه شخص ما له موجود نهائيا كان بالبلد طول فتره الحرب، طلع لبرا بعدين رجع ونعمل له كثير هاله كثير كبيره، بالوقت انه في موسيقيين وفي مطربين عاشوا الحرب وعاشوا الصواريخ على راسهم ما بنعمل لهم هالهاله للاسف. طبعا اكيد مع احترامي للكل، هذا نقد موضوعي بسيط من قلب كثير بيحب الفنانين اللي طلعوا لبرا. يعني ان شاء الله نحن بنتمنى الكل يرجع ان شاء الله يا رب، والموجودين ينهضوا من جديد.
نترك الباقي على الله. أكيد نوجه تحية لكل الفنانين في سوريا والمستمرين بالعمل ضمن ظروف استثنائية. خلينا نحكي معك شادي، إلك مؤلفات يمكن دينية ووطنية عديدة، خلينا نحكي اليوم رسالة الفن شو هي وكيف بتأديها من خلال أعمالك اللي عم تقدمها؟ هلا في نوعين. في عندي في جوة القديسة تريزيا اللي أنا بلشت فيها من سنة 1992 لحد اليوم، وهي الجو اللي أنا بعتبر إنه على قد ما أعطيتها من وقتي، على قد ما أعطيتها من 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 حياتي ومن جهد مرعب، على قد ما أعطتني أضعاف أضعاف، لأنه بهذه الجوة كتير طويت من ناحية التوزيع الكورالي. في فرق بين التوزيع الكورالي والتوزيع الموسيقي. التوزيع الكورالي هو إنه أنت قدامك أصوات بشرية بتعطي لكل صوت يغني شيء وبتدمجيهم ببعضهم، بس بدها بشتيهم بيضل بيطلع لنا شيء اسمه هارمونيزاسيون. هل هارمونيزاسيون هاد او هالتوزيع الكورالي بيكون مجسد بخلال صوتين ثلاثه اربعه يقدروا يغنوا اصوات البشريه. التوزيع الموسيقي لا، انت عندك لحن بتوزعيه على الات موسيقيه ليطلع بشكل حلو. وبكل الحالتين اذا كان التوزيع غير صحيح او سيء بيشوه اللحن. صحيح. يعني مثل جيب شخص حلو كثير لبسه ثياب سيئه، لبسه ثياب ما لابقت مين لابقه عليه، بتشوهي صورته اكثر. يعني اساسا التوزيع بتحسه جواز سفر للقلب، اذا ما كان التوزيع جميل ما بتوصلك المعزوفه. تماما. كل مقطوعه لها طريقه في التوزيع اللي تليق فيه، في طريقه الحانه مقطوعات اللي فيها ربع الشرقي بتختلف توزيعها عن مقطوعات اللي ما فيها الربع الشرقي وهيك. في أكثر مقطوعة عملتها وألفتها من المجال الوطني سواء مع جوقة القديسة تريزيا وطني وإنساني، حتى تجسدت عملناها بمسرح الأوبرا بأكثر من مهرجان مثل مهرجان قصات الروح اللي عمل سنة 2002 والأربعة وستة وتسعة. وبكل مهرجان كنت عم بقدر، ونشكر الله أكيد كان في إلي جائزة في التوزيع الكورالي أو في التوزيع الموسيقي. أما التوزيع الموسيقي تجسد بشكل كتير واضح من خلال أوركسترا صبا اللي عم نشتغل عليها مع بعضنا. نعم شادي، يمكن لقائنا هيك مرق بسرعة. قبل ما نختم على السريع خلينا نحكي شوية عن يمكن تحضيراتك للكريسماس وشو هي، وعندك حفلة بدار الأوبرا هون بهيدا المكان. تمامًا. خلينا نحكي مشاريعنا على السريع. دائما الكريسماس هو بالنسبة لنا في له محطة كثير هامة بحياتنا. صح، وله خصوصية أكيد من خلال جوقة القديسة تريزيا، من خلال أعمال تانية خاصة بحلب بيكون في كثير أعمال يعني بتتعلق بكريسماس أكيد بهذا الموضوع. الأكثر توجه هلا حاليا صاير مع أوركسترا صبا ببداية السنة لأربعة أشهر في جولة بأكثر من مدينة بسوريا. وأكيد في امبارح كنت قاعد عم نسق موضوع حفلة الأوبرا وفي شيء مع إذا الله راد ما بدي كثير أحكي عنه. على الشهر الثالث رح تكون في شيء مع وزارة السياحة إذا الله راد، في شيء في مفاجآت كثير في 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 كثير شيء رح يكون الشهر الأول ثاني ثالث رابع. نتمنى لك اكيد التوفيق المايسترو شادي النجار. نحن دائما فخورين بفنانينا السوريين، دائما بنقول انه ضمن ظروف استثنائيه وبنركز ضمن ظروف صعبه في انتاج فني مهم عم تقدوه، فاكيد نتمنى لك التوفيق في جميع اعمالك وشكرا كثير لك. واهلا وسهلا فيك. شكرا لكم، شكرا استضافتكم اكيد. اهلا ومين سهلا. واكيد تحيتنا لكل يمكن افراد اوركسترا صبا، نوجه لهم تحيه كثير كبيره وموفقين يا رب، واكيد نحن رح نكون يمكن مواكبين كل نشاطاتكم. شكرا كثير لك شادي. ميرسي لك.